الرئيس السيسي يستعرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان ويوجه بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق. انطلاق مؤتمر بروكسل للدول المانحة برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في غياب ممثلين عن حكومة دمشق والمعارضة. قمة أمريكية وفرنسية اليوم بين الرئيس ترامب وماكرون يهيمن عليها الاتفاق النووي الإيراني والملف السوري. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من شاشة النيل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تجديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توفر السلع والخدمات. كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كل من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. وقد تناول الاجتماع استعدادات الحكومة لشهر رمضان الكريم وكذلك جهود تطوير منظومة تخزين القمح بالإضافة إلى آخر مستجدات عملية استرداد أراضي الدولة ومشروعات الإسكان الاجتماعي. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول بفوزه بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ويؤكد على قدرات المصريين المبهرة في كل المجالات. فخور به وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا. بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لأعياد تحرير سيناء. كما بعث وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال أيضا بعيد تحرير سيناء. وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميغيل أرياس. وقد أكد المفوض الأوروبي استمرار دعم الاتحاد لمشروعات الغاز والبترول الجاري تنفيذها في مصر مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع. مصر والاتحاد الأوروبي جاء توقيع الطرفان على مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بمختلف أشكالها بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. ممكن ألخص المذكرة في 5 نقاط، وهو استمرار مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء. ثانيا، العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. ثالثا، استراتيجيات وسياسات معايير تحسين كفاءة الطاقة، وده أمر مهم جدا، ودعم المجال في الطاقة الجديدة والمكددة والمتجددة. وأخيرا، التعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي. تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة عدد من الأولويات كالتالي: أولا، هي استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء. ثانيا، المزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة. ثالثا، التعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات. رابعا، التعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة. مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والطاقة ميغيل إرياس قال إن من بين أهداف مذكرة التفاهم نقل التكنولوجيا الأوروبية إلى مصر في قطاع الطاقة بشقيها البترول والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك 3.8 مليارات يورو لدعم مشروعات الطاقة في مصر. نعمل على تعزيز قطاع الطاقة في مصر، حيث نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة،
وكذلك أن تصبح دولة مصدرة للطاقة، فمصر تمتلك كل المقومات لذلك، وسنساهم في استقبال الغاز في مدينة دمياط وندعم الجهود لزيادة إنتاج الكهرباء من الشمس ومن الرياح. وتهدف القاهرة إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، فيما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تأمين احتياجاته من البترول والغاز. هشام حامد، النيل. تعقد اليوم لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اجتماعا لإعادة تسعير أسعار توريد محصول القمح. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما وافق المجلس بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون حماية الأثر. بهدف حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها، وافق مجلس النواب على قانون الآثار الجديد المقدم من الحكومة. يهدف المشروع إلى منح الوزارة المختصة بشؤون الآثار الولاية على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها دون غيرها الحق الإشراف عليها بضمان تسجيلها وتأمينها وصيانتها على نفقة الجهات المشار إليها. كذلك يهدف المشروع إلى مواجهة حالات التعديات على المواقع والأراضي الأثرية التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع وجود صعوبة بالغة في مواجهة هذه الظاهرة السلبية، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضي الأثرية. القانون أجاز عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الآثار وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية وموافقة المجلس الأعلى للآثار. ما أنا بقول لحضرتك، نقترح أن الآثار اللي هي قاصرة على عنصر واحد لأهميتها ولأنها لها قيمة تاريخية نادرة، يبقى احنا نحتفظ بها ولا يجوز عرضها في الخارج حفاظا عليها من أي ضرر. كل أثر مهم، فمفيش حاجة ان احنا هنفرط في اللي مش متفرد. كل الأثار مهمة، الأثار بيطلع لها تأمين، بيطلع معها من وزارة الداخلية المصرية، بيدفع أرقام تأمين عالية جدا. واحنا متفقين ان احنا كده في معارض، كل دول العالم بتعمل معارض وبتاخدش فلوس كمان، احنا بناخد فلوس وإجراءاتنا معقدة جدا وشديدة، واحنا علينا السقف. هو كل الكلام في لفظ غير المتفرد، اضافته مفيش قطعة اثار متكرر منها اربعة. القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تزيد عن 10,000,000 جنيه على كل من قام بتهريب اثر الى خارج مصر مع علمه بذلك. في محاولة للحفاظ على ثروة مصر من آثارها وتأكيدا على حماية الهوية المصرية، يأتي قانون الآثار الجديد مسددا لعقوبة التهريب والإتجار فيها، ليصبح هذا القانون الرادع بحق لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في هذا الأمر. من مقر مجلس النواب، عمرو عبد العزيز، النيل. كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محمد عبد المنعم عن خطة توسيع شاملة في نطاق عمل المجلس بضم مصابي وشهداء الأحداث الإرهابية وضحايا الكوارث والأزمات. وقد استعرض أمين عام المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين خطة الدولة لتقديم المساعدات في مجالات متعددة. استراتيجية جديدة للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذي يتبع رئاسة الوزراء. يعقد المجلس الآن على دراسة ضم شهداء الحوادث الإرهابية وضحايا الكوارث والأزمات والجيش والشرطة. المجلس بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بعد موافقة السيد رئيس الوزراء. الأمين العام اللواء محمد عبد المنعم كشف عن خطط لتوسيع نطاقه بضم مصابي وشهداء الأحداث الإرهابية وضحايا الكوارث والأزمات. على أساس المجلس القومي يبقى شامل جميع الحالات المصابين والشهداء على مستوى الدولة كلها. وبينما تم الإعلان عن ضم بعض الشهداء والمصابين خلال هذه الفترة، أكد عبد المنعم أنه سيتم ضم كل من الصحفية الشهيدة مياد أشرف والصحفي الشهيد تامر عبد الرؤوف خلال أيام. انتظار الموافقة على ضم 350 شهيد و220 مصاب في أحداث الكنيسة البطرسية ومصنع الأسمنت بالعريش ومسجد الروضة. وسنعرض على حضراتكم آخر قرارات السيد رئيس الوزراء مطلع الأسبوع الحالي على ضم آخر الحوادث الإرهابية الداخلية وعلى رأسها شهداء ومصابي الحادث الأليم بكنيسة حلوان.
واستعرض الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين خطة الدولة لمساعدتهم في كل المجالات. تعيين مصاب العمليات الحربية والأمنية ومصاب الثورة والمحاربين القدامى في الجهاز الإداري للدولة. تم تخصيص حوالي 2000 وحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الأمرارية. كما تم الإعفاء لمصروفات النقل. وقال عبد المنعم إن القيادة السياسية تشدد على تقديم كافة التسهيلات لأسر الشهداء والمصابين. بإذن الله الفترة الجاية هتلاقوا طفرة جديدة، وده الهدف اللي بيسعى ليه القيادة السياسية العليا والسيد رئيس الوزراء، إن المجلس بإذن الله يظهر بصورة أحسن وأفضل. وبينما شدد عبد المنعم أن الجميع سيعامل على قدم المساواة، حذر من أنه سيتم استبعاد المزورين. آفاق أرحب يصبو إليها المجلس القومي للمصابين والشهداء في استراتيجيته الجديدة التي يسعى من خلالها لكي يكون بيتا جامعا لكل مصابي وشهداء الوطن. الطموحات كبيرة والكل في انتظار ما سيتحقق على الأرض. من مقر المجلس، محمود العزالي، النيل. أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية خالد صديق أن تطوير مشروع مثلث ماسبيرو رسميا في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك حتى تكون الوزارة قد انتهت من إعادة توزيع ملكيات الشركات وتجميعها في منطقة واحدة. وقد أكد صديق أنه سيتم الانتهاء من هدم كافة المنازل والعشش والمحلات التجارية وإخلاء المشروع كاملا مع السكان في نهاية الشهر الجاري. إلى تطورات الملف السوري، حيث انطلق اليوم في بروكسل المؤتمر الثاني للدول المانحة برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مسعى جديد لجمع مزيد من التبرعات لدعم سوريا وإحياء مفاوضات جنيف المتعثرة. ويعقد المؤتمر على مدى يومين في غياب أي ممثل عن الحكومة أو المعارضة السورية. حيث تعقد الاجتماعات اليوم على مستوى مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية على أن يصل الوزراء من الوفود الرسمية غدا الأربعاء. ويعمل ممثل الاتحاد الأوروبي في جمع مبالغ تزيد عن 6 مليار دولار والتي تم طرحها خلال الاجتماع العام الماضي نظرا للتصعيد العسكري المستمر والذي تشهده سوريا مؤخرا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بروكسل السيد محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الأوروبية. مرحبا بك سيد محمد، يعني نتحدث عن هذا المؤتمر الهام الذي ربما يكون نقطة البناء الجديدة بعد الهدم الكثير على مدار سنوات منقضية في سوريا. هل نستطيع أن نعول على هذا المؤتمر بداية سيد محمد؟ لا أعتقد أن المؤتمر سيؤدي إلى نتائج المرجوة. كان هناك مؤتمر العام الماضي وتم تقديم وعود وتم التحدث عن مساعدة سوريا وإعادة الإعمار. وهذا العام يتكرر هذا المؤتمر. اليوم الأول وهو اليوم سيتم عقد اجتماعات وندوات تنظمها الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية ومشاركة طبعا ممثلين عن الأمم المتحدة. نعم، أشكرك شكرا. خلال هذا المؤتمر سيد محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات الدولية، ونعتذر على رداءة الصوت من المصدر. في غضون ذلك، أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار في مدينة تورونتو الكندية أن المجموعة ستساعد في إعادة بناء سوريا فقط عندما يبدأ ويقف القتال ويبتدأ المسار السياسي ذو مصداقية في البلاد. وفي الوقت ذاته أشار البيان إلى أن قلق الدول السبع بشأن استمرار التصعيد العنف في سوريا والوضع الإنساني المتردي داعين للتنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401. وقد أيدت الدول السبع ضربة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا على سوريا على خلفية الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.
طيب عودة من جديد إلى السيد محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية الأوروبية، برحب بك يا سيد محمد. سيد محمد وطبعا سيبحث المؤتمر اليوم موضوع الدور الذي ستقوم به منظمات غير الحكومية بهذا الخصوص، ويوم غد سيجتمع الوزراء وستقدم كل دولة وعودا بالمبالغ التي سيتم تقديمها لمساعدة سوريا. المؤتمر يبدو وكأن أهدافه أهداف مالية وتقديم المساعدات، ولكن أيضا هناك جانب هام وهو الجانب السياسي. ولكن هل سيستطيع المستمعون الآن القيام بدور من أجل إيجاد حل سلمي للوضع في سوريا؟ هذا هو السؤال المطلوب. طيب سيد محمد، أيضا نتحدث عن نقطة مهمة جدا، كيف نستطيع الحديث عن بناء وتجميع تبرعات في غياب كل أطراف المشهد السوري سواء من المعارضة أو حتى الجانب الرسمي السوري؟ هذا من شق، والشق الآخر نتحدث فيه عن كيفية البناء في ظل استمرار العمليات العسكرية في سوريا، كيفية البناء مع الهدم في ذات واحد، وأيضا كيفية الحديث عن بناء في غياب كل أطراف المشهد السوري. طيب نظن نحن فقدنا الاتصال أيضا من جديد بالسيد محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات العربية، شكرا جزيلا لك، نحاول نتواصل معك بعد قليل. هذا تتواصل العمليات العسكرية في القسم الجنوبي من العاصمة السورية دمشق، حيث كثف الجيش السوري من قصفه على المناطق الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتدور المعارك على محور مخيم اليرموك والحجر الأسود وأطراف حي التضامن بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية هناك. في جنوب العاصمة دمشق تواصل القوات السورية ضرباتها على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين آخر جيب لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي. كان المئات من المسلحين المتحصنين في اليرموك قد وافقوا على التخلي عن مواقعهم والانتقال إلى مناطق أخرى يسيطر عليها التنظيم في أماكن أخرى من البلاد، غير أنهم لم يبدأوا بعد في تسليم أسلحتهم للجيش السوري. ومنذ عام 2015 يسيطر داعش على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك، فضلا عن أجزاء من حيي الحجر الأسود والتضامن المحاذيين، كما تمكن الشهر الماضي من السيطرة على حي القدم المجاور. ومنذ نحو أسبوع تتواصل عملية الجيش السوري وسط معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم، ما أسفر عن إلحاق خسائر في صفوف داعش. وتأتي العملية العسكرية الحالية في إطار سعي القوات السورية لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق. وفي منطقة القلمون القريبة عرض الجيش السوري مئات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تخص الجماعات المسلحة، وقامت بتسليمها في إطار أحدث اتفاق مع الحكومة للمغادرة والرحيل إلى شمال البلاد ليتم تطهير محيط العاصمة، ويتبقى فقط جيب اليرموك الذي من المتوقع أن يتم تطهيره خلال أيام قليلة. يعقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات اليوم في البيت الأبيض، يتوقع أن تركز على مصير الاتفاق النووي الإيراني وكذلك العلاقات التجارية عبر المحيط الأطلنطي. كان ماكرون قد وصل بالأمس إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة هي الأولى له منذ توليه منصبه، وقد استقبله الرئيس دونالد ترامب وزوجته وكذلك عند مدخل البيت الأبيض. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده لعقد محادثات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان هناك ضمانات للنجاح. وأضاف ظريف خلال كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أنه ليس هناك أي إمكانية لعقد مثل هذه المحادثات مع الإدارة الأمريكية الحالية في ظل الظروف الراهنة. نحتاج على أقل تقدير إلى وجود أمل في نجاح الحوار قبل الخوض فيه، وأنا لا أعتقد أنه في ظل الظروف الراهنة مع منهج الإدارة الأمريكية الحالية واللهجة التي تستخدمها أن يكون هناك أي طائل من المحادثات.
إلى تطورات الملف اليمني، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي تابعت باهتمام بالغ ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقة بني جيس بمحافظة حجة. وأضاف العقيد المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات عملياتها المنفذة على كافة الضمانات وبخاصة مكان وزمان الحادث محل الاعتداء، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من مراجعتها الشاملة والدقيقة للعمليات. وقد شدد المالكي على التزام قوات التحالف القانوني بالضوابط القانونية والأخلاقية وبحماية الأشخاص والمباني والممتلكات المدنية، وكذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تضمن تجنبهم لأثار هذا الصراع. وعلى التطورات الميدانية، قتل القيادي الحوثي صالح الصامد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، وذلك في غارة جوية للتحالف العربي على محافظة الحديدة باليمن. وأقل بيان صادر عن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيا أن صالح الصامد قتل بغارة جوية يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة. يذكر أن السعودية كانت قد رصدت مبلغ نحو 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على صالح الصامد أو تحديد مكانه بدقة، حيث كان المطلوب رقم 2 في قائمة 40 إرهابيا حوثيا من المدرجين على قائمة تحالف دعم الشرعية في الأراضي اليمنية. أعلن رئيس شرطة تورونتو أن سائق الشاحنة الصغيرة التي دهست حشدا من المارة في وسط المدينة أقدم على فعلته بشكل متعمد، معسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين. وقد رجع وزير السلامة العامة الكندية عدم وجود رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة والتي هزت أكبر المدن الكندية يمنا. في وسط مدينة تورونتو الكندية صدمت شاحنة صغيرة عددا من المشاة في شارع يونغسات المزدحم، ما أوقع عددا كبيرا من الأشخاص ما بين قتيل وجريح. شرطة المدينة ذكرت أنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة قبل أن يبتعد عن مكان الحادث، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي سبب ممكن أو دافع لذلك. وبشكل احترازي قررت السلطات المحلية وقف حركة المترو في المنطقة، بينما أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين. هذه ليست من نوع الأمور التي كنا نتوقع حدوثها في هذه المدينة، نأمل ألا تحدث في أي مكان في العالم ولا نريدها أن تحدث خصوصا في تورونتو. ويتزامن الحادث مع انعقاد المجلس الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في تورونتو للإعداد لقمة المجموعة التي من المنتظر أن تعقد قرب مدينة كيبيك في شهر يونيو المقبل. أمل أن نذكر أنفسنا كمدينة حقيقة أننا نفتخر بأننا منفتحون على الجميع ومتحدون في التضامن مع أولئك الضحايا الذين سقطوا في هذه المأساة. وتعيد هذه الحادثة الأذهان إلى حوادث أخرى مشابهة وقعت في نيويورك وبرشلونة ولندن وباريس وستوكهولم ونيس، عندما قام متطرفون بدهس المارة بالسيارات. صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وبغالبية ضئيلة على دعم خيار الرئيس دونالد ترامب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الأسبوع. وأعطى السيناتور الجمهوري راند بول تأييدا لبومبيو في اللحظات الأخيرة بعد أن كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة وتصنت غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد أدى هذا التأييد إلى تجنيب ترامب انتكاسة جديدة في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأمريكية. وكان بومبيو قد توجه سرا إلى بيونغ يانغ في نهاية مارس ليقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والذي يتوقع أن يعقد قمة مع ترامب في مطلع شهر يونيو القادم. في الختام، لم يتبقى لنا سوى نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشراتنا من أخبار. الرئيس السيسي يستعرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان ويوجه بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق. انطلاق مؤتمر بروكسل للدول المانحة برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في غياب ممثلين عن حكومة دمشق أو حتى المعارضة.
قمة أمريكية فرنسية اليوم بين الرئيسين ترامب وماكرون يهيمن عليها الاتفاق النووي الإيراني والملف السوري. ختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة. تجدد اللقاء بعد قليل في جولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. ابقوا معنا على شاشة تانية. إلى اللقاء.